بسم الله الرحمن الرحيم. General Anatomy by Dr. أيمن أحمد خنفور, Assistant Professor of Anatomy and Embryology, Alexandria University. النهارده هنتكلم على موضوع شيق جدا وهو الجوينتس اللي هي المفاصل. هنشوف دلوقتي ايه المقصود بكلمة جوينتس, ايه كلاسيفيكيشن التقسيمه بتاعتها, وبعدين ستابيليتي اوف جوينتس اللي هي الثبات بتاع المفاصل, وبعدين ابلايد اناتومي اللي هو التطبيق العملي للمفاصل في حياتنا الاكلينيكيه العامه, وبعدين هنتدرب على مجموعه من الشورت كويتشنز. نبتدي دلوقتي نشوف يعني ايه جوينت. هل الاجابه هتلاقوها سربرايزنج جدا. كلنا متخيلين ان جوينت يعني هو مكان بيحصل فيه حركه بين عظمتين, انما ابدا. هنلاقي ان جوينت ديت بتطلق على point of meeting of two bones whether there is movement or no movement. تعال نفهمها مع بعض واحده واحده. لو انا عندي عظمتين التقوا مع بعض كده, the point of meeting of these two points is called a joint. طب لو جت لهم عظمه ثالثه كمان برضه يبقى اسمه joint. يبقى كلمه joint المقصود بيها it is just a point of meeting of two or more bones. أنا عايز أوزن بقى حتة بس كده عشان هنفهمها فيما بعد, whether there is movement or no movement, سواء بيحصل بينهم حركة أو لأ, والكلام ده هيبان عندنا من خلال الشرح. طيب هي لها طبعا تقسيمة كبيرة الجوينتس ديت, بنقسمها على حسب السبستانس اللي هي موجودة بين العظمتين. أدي عظمة وأدي عظمة في بينهم سبستانس. اسم الجوينت بياخد اسمه على اسم السبستانس اللي هي موجوده بين العظمتين دولت. ازاي؟ والله لو الماده اللي هي بين العظمتين ديت عباره عن فايبرس تيشو, فايبرس تيشو يعني نسيج ليفي, يبقى في الحاله ديت اسمه فايبرس جوينت. طيب لو الماده اللي هي بين العظمتين ديت عباره عن كارتريدج غضروف, في الحالة دي يبقى اسمه كارتيلاجينس جوينت. طيب لو المادة اللي بين العظمتين ديت عبارة عن سائل زلالي اللي هو ساينوفيال فلويد, يبقى في الحالة دي اسمه ساينوفيال جوينت. نعيد من تاني, عمر ما في بون بتلتقي بصورة مباشرة مع بون تانية, لازم في الانترفيننج بينهم هنا ماده. السبستنس ديت على حسب اسمها الجوينت هياخد اسمه. طيب هنلاحظ ايه دلوقتي؟ اما نتكلم على الفايبر جوينتس دي بيندرج منها انواع تانية. كارتيلاجينس في منها انواع تانية وتالتة. الساينوفيال في منها تقسيمه لسه كبيره. طب نعمل ايه دلوقتي؟ مطلوب منكم يجاب ورقه فاضيه كبيره ونعمل منها كاتيجوري مكون من ثلاثة مين ديفيجنز, وتحت كل نوع هنبدأ بقى نكتب الاسم وايه النوع واكزامبل, اسمه ايه واكزامبل. ويا ريت اما نخلص في الاخر خالص تبيضوا لي الورقة ديت وتصوروها لي وتبعتوها لي. هنبتدي بأول نوع عندي وهو الفايبرس جوينتس اللي هي المفاصل الليفية. هنأكد بقى الديفينيشن بتاعها. أنا عندي أدي بون وأدي أنذر بون. المادة اللي بينهم اللي هتربط لي العظمتين بين بعض دولت هي عبارة عن كونكتيف تيشو, فايبرس تيشو. يبقى ده كده اسمه فايبرس جوينت. هل في منه انواع؟ اه طبعا, ما احنا لسه قايلين في 3
types of fibrous joints. أول نوع اسمه sutures، معلش في exceptions كتير جدا، فأنا بقوصي مرة تانية بالتيبل الرسمة اللي هنعملها ونكتب تحت كل نوع الاسم واكزامبل علشان نربطهم ببعض وما ننساش. قلنا أول نوع من الفايبرس جوينتس اسمه sutures. إيه هو السوتشرز ده؟ تعال نبص كده عندنا في السكال. السكال ما هيش عبارة عن عظمة واحدة مصبوبة كده، لأ، دي عبارة عن different bones زي احنا شايفين كده، مرتبطين ببعض بحاجة اسمها sutures. دقق معايا كده في الصورة ديت، مش شايفين قوي. طب ما تيجي ناخد حتة من هنا ونكبرها شوية، هيبقى المنظر عندي عامل كده. ما بين العظم وبعضه عبارة عن تداريز. ادي one bone اهيت، طالع منها حاجة عاملة زي السنون المنشار كده اهوت، التقاها بالعظمة التانية بيدخلوا مع بعض كده اهو. حتى بيسموهم بالبلدي كده عاشق ومعشوق. ده أول نوع عندي اللي هو اسمه sutures، وده موجود بين البونز بتاعت السكالب. من تاني نعمل بقى حلقة الوصل في المذاكرة اللي احنا بنقول عليها قبل كده. يبقى أنا عندي كده أنواع الجوينتس، يا إما فايبرز أو كارتلاجينس أو سينوفيال. همسك أول نوع اللي هو الفايبرز، بيندرج منه ثلاث أنواع تانية. أول نوع هو اسمه sutures، والإكزامبل بتاعي هو البونز بتاعت السكال. نشوف النوع التاني اسمه gomphosis. كرروا معايا gomphosis أو pig and socket، يعني وتد وقاعد جوه تجويف. الكلام ده موجود فين؟ بصوا معايا كده، العظمة دي اسمها ماندبل، قاعد فيها السنان بتاعتنا التيس. طب بصراحة مش باين قوي من الصورة دي، ما تاخد حتة من هنا ونكبرها هنا كده شوية، شوف هي منظر عامل ازاي؟ أهي كل سنة قاعدة في تجويف. يبقى ده تاني نوع اسمه جومفوزس. يبقى الإكزامبل بتاعي هو إيه؟ عبارة عن التيس والسوكت بتاعتها. هتقول لي طب ايه علاقتها بالفايبر جوينت ديت؟ هقول لك بص يا سيدي، هو واحنا قاعدين كده بنمسك سناننا نطلعها ونحطها تاني، ولا ممسوكه بفايبر تيشو مع السراوندنج بون اللي هو بيمثل لي السوكت بتاعها؟ طبعا ممسوكه بفايبر تيشو. يبقى تاني كاتيجوري في الفايبر جوينتس اسمه جومفوزس اللي هو بيج اند سوكت جوينت، والاكزامبل بتاعي هي التيس والسوكت بتاعتها في الماندبل. تعال نشوف النوع التالت بقى. انا عارف كلها مسميات جديده بس ماشي، بالتكرار بتثبت. بكرر بالتكرار بتثبت. النوع التالت اسمه سيندسموزس. عايزين نفهمه. بص كده على السكيلتون بتاع اللور ليمب، ادي الفيمر، تيبيا، فيبيولا. وزن جسمنا ده كله نازل تحت على التيبيا والفيبيولا، ومنه بيوصله لمين؟ للفوت. انا عايز ابص على الحته دي، صغيره مش شايفها قوي، ما تيجي نكبرها هنا نشوف المنظر هيبقى ازاي. اهيت اللور اند بين التيبيا والفيبيولا هلاقي سطح كونكيف، يعني بصراحه كده في لايابيليتي ان واحنا واقفين وزن جسمنا كله نازل على التيبيا والفيبيولا، الجزء الكونكيف ده عشان يوصله الى الفوت، في جريت لايبيلتي ان العظمتين دولت ينفصلوا عن بعض. طب مين بقى هيثبتهم لي ببعض؟ The presence of fibrous tissue between the lower end of tibia and fibula. لا ما احنا اتفقنا ان نقطة التقاء عظمتين اصبح اسمها ايه؟ joint. طب ما هم ملتقيين مع بعض فوق وفي النص، يبقى معنى كده اللي تحت ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه inferior يعني تحت tibio fibular joint. ما تزهقوش من التكرار. يبقى انا دلوقتي عايز بقى اعمل حلقه الوصل في المذاكره من تاني. ازاي؟
هقول انا عندي يعني ايه joint؟ It is the point of meeting of two or more bones. وحطها حلقة في ودنك. Whether there is movement or no movement. وقلنا قسمنا الجوينتس عندي على حسب المادة اللي هي intervening اللي بتفصل بين طرف العظمتين. الى fibrous tissue يبقى اسمه fibrous joint. Cartilage يبقى اسمه cartilaginous joint. او synovial fluid يبقى اسمه synovial joint. ابتديت امسك اول نوع اللي هو الفايبرز جوينت وقسمناها الى ثلاث انواع. اول نوع احط ايدي على راسي كده. ده اول نوع اسمه سوتشرز. موجود فين؟ بين السكال بونز. تاني نوع انزل بيدي لتحت شويه. ده في المندبل. اسمه جمفوزس اللي هو بيك اند سوكت بين التيس والسوكت بتاعتها. ممسوكه بفايبرز تيشو. النوع الثالث انزل بقى بايدي لتحت خالص لغايه اللور اند بتاعت التيبيا اند فيبيلا. وافتكرني وانا بقول لك لو مش ممسوكين من بعض بفايبرز تيشو قويه وانا واقف كده هلاقي العضلتين ينفصلوا عن بعض. ثالث نوع اسمه ايه؟ سندسموزس، والاكزامبل بتاعي الانفيريور تيبيو فيبيولار جوينت. هالرسمة دي أنا مجمع فيها التلات أنواع بتوع الفايبرز جوينتس. بنكرر المرة العاشرة، أدي السوتشرز موجودة في السكال، جمفوزس موجودة بين التيس والسوكتس بتاعتها، وبعدين الإنفير، وبعدين تالت نوع اللي هو السندسموزس موجود في اللي هو الإنفيريور تيبيو فيبولار جوينت. بتيجي نشوف بقى الكاركتر بتاعت الفايبرز جوينتس. هل حد هو قاعد كده بيحرك العظم بتاع السكال بتاعه؟ لا. هل حد هو قاعد كده بيحرك سنانه؟ لا، ده لو في سنه بتتحرك تبقى حاله مرضيه. هل هو حد قاعد كده بيمسك العظمتين بتوع اللور لمب بيفتحوا عن بعض ويقفلهم في بعض تاني؟ لا. يبقى كل الفايبرز جوينتس no movement is allowed. كده احنا خلصنا الفايبرز جوينتس. نيجي بقى للنوع الثاني وهو الكارتيلاجينس جوينتس. يا ريت تكونوا متابعين معايا. ورقه كبيره وبنكتب فيها التقسيمات وكل نوع والاكزامبل بتاعه. وعلى فكره الورقه دي بعد ما نخلص خالص هتلاقيها اتزحمت في بعضها. هتعيدوها مره ثانيه بصوره منسقه. بنأكد بس الديفينيشن بتاع الكارتيلاجينس جوينت. ادي بون وزميلتها البون الثانيه. ينفع اتنين بون يمسكوا مع بعض بصوره مباشره؟ نيفر. لازم بينهم intervening substance. طب ايه السبستانس اللي عندي بقى في الكارتيلاجينس جوينت ديت؟ هي عباره عن كارتليج. يبقى الديفينيشن بتاع الكارتيلاجينس جوينت عباره عن ان two bones are separated by cartilage. الحقيقه في two types للكارتيلاجينس جوينتس. ايه two types دولت؟ بيعتمدوا على الكارتليج اللي هو بين العظمتين ده. هل هو هيظل موجود على مدار حياتنا؟ ولا هيجي بعد فترة عمرية معينة ويحصل فيه اوسيفيكيشن. اوسيفيكيشن يعني تعظم، يعني الكارتج ده مع السن تحول إلى عظم وتلاشى تماما. والله لو الكارتج ده مع السن والنمو تحول إلى عظم، يعني حصل فيه اوسيفيكيشن، يبقى في الحالة دي اسمه برايمري كارتيلاجينس جوينتس. طيب ولو بقى فضل على مدار حياتنا، فضل موجود مهما الواحد كبر في السن، يبقى في الحالة دي هيبقى اسمه ايه؟ secondary cartilaginous joints. عايزين نأكد الكلام ده ونفهمه بصورة اكتر ومبسطة اكتر، نشوف من السلايد الجاي.
هاخد اول نوع اللي هو البرايمري كارتيلاجينس جوينت. بس حط لي حلقه في ودنك، اول ما اسمع كلمه برايمري يبقى مع السن حصل له ايه؟ برافو عليك، تلاشى، حصل له اوسيفيكيشن، تحول الى بونز. بص كده معايا الرسمه ديت، لو اخدت اللي هو العظمه اللي هي الهيومرس ديت، فاكرين مع المحاضره بتاعت التايبس اوف بونز، اما او اللي هو اجزاء اللي هو الجروينج لونج بونز، كان في عندي الحته دي اسمها ايبيفسس، وده كده شفت اسمه دايابسس، والحته اللي هو نيولي فورم بونز دي اسمها ميتافسس، والحته اللي هي بينمو منها العظمه وبتزيد في الطول بتاعها اسمها ايبيفيزيال بليت. طيب ما تيجي نسال نفسنا حاجه فاني كده، هي الحته الايبيفيزيال بليت دي اللي بتطول منها العظمه، هل الانسان العظمه بتاعته تفضل تطول؟ لا، دي بتيجي عند سن معين، عند سن من 18 ل 20 سنه، وثق ان اي حد بعد سن 18 20 سنه مش هيطول ولا عظمه هيطول على كده خالص. اذا with growing الابيفيزيال بليت دي حصل لها اوسيفيكيشن كومبليت، تحولت الى عظم ولا لا؟ تحولت الى عظم. ما تيجي نلم الموضوع بقى من تاني، يبقى الهايلاين كارتريدج، ده كلمة هايلاين دي ما تقلقناش في حاجة، الكارتريدج هتاخده في الهيستولوجي في منه أنواع، نوع منه اللي هو موجود في بين أطراف العظم اسمه هايلاين كارتريدج، اللي هو الغضروف الشفاف، ماشي؟ موجود at the ends of the long bones. الكارتريدج دوت مع الجروس هيحصل له أوسيفيكيشن، أوسيفيكيشن هتحول إلى عظام. طيب أسألكم بقى، هل حد بيجي عند العظمه بتاعته بيحركها العظمه نفسها بتتحرك؟ لا، العظمه داخليا بتتحرك ما بين الابيبسز والدايابسز، استحاله. يبقى النو موفمنت از الاود. يبقى الاكزامبل بتاعنا ايه بقى؟ الاكزامبل بتاعنا هو عباره عن الابيفيزيال بليت ات ذا اندس اوف ذا لونج بونز. افرض انا اثناء الامتحان نسيت كلمه ابيفيزيال بليت، تقول لي ات از ذا بليت اوف كارتريدج، ذا كارتيلاجينس ديسك، the cartilage present at the ends of the long bones. كده انا خلصت اول نوع اللي هو ال primary cartilaginous joints. تعال نشوف بقى ال secondary cartilaginous joints، ويا ريت واحنا بنذاكر يبقى دايما صوره الدياجرام هي اللي في ذهننا وبطلع من عليها الداتا اللي عندي. لو بصيت كده على العمود الفقري هلاقي بين الفقرات في قرص كده من الكارتريدج اسمه ايه؟ اسمه انتر فيرتبرال ديسك. ديسك يعني قرص مدور. انتر اما تدخل بين في اي كلمه معناها ان بتوين. طب فيرتبرال اللي هي الفقرات، يبقى ده عباره عن قرص من الكارتريدج، قرص من الغضروف موجود بين كل فقرتين. اسال نفسي لو جبت واحد سنه 80 سنه 90 سنه 100 سنه، ده اذا حد اصلا ده تحصل 70 80 90 سنه، هلاقي عنده برضه الكارتريج ده ما زال موجود بين العظمتين. هل حصل له اوسيفيكيشن؟ ما حصلوش اوسيفيكيشن. تعال بقى نطبق الكلام ده، يبقى هو عباره عن ده نوع بقى المره دي من الكارتريج تاني اسمه ايه؟ اسمه فايبر كارتريج، في نسيج ليفي شويه موجود at the ends of the bones. طيب الكارتج دوت not transformed with bone by age. طيب هل بيسمح بالحركة؟ طب ما انا قاعد انا بعرف اتني ظهري شوية يمين شوية شمال لقدام لورا، دي minimal movement. يبقى ده اول نوع من الجوينتس ده اثناء حتى الان بيسمح بايه؟ بيسمح بالحركه ولكنها ليميتد موفمنتس. ايه الاكزامبل اللي عندي بقى؟ هو الحقيقه موجود في كل الميد لاين جوينتس. اشهر حاجه عندي نحفظها كمثال هو الانتر فيرتبرال ديسك، وفي هنا عندي حته كارتج موجوده قدام بين الاثنين بيوبيك بونز دولت، اسمهم ايه؟ اسمهم سيمفيسيس بيوبس. سيمفيسيس بيوبس. طيب معلش بقى محدش يزهق، قبل ما اسيب دلوقتي بقى الكارتيلاجينس جوينتس
ونبدأ في الكاتيجوري الكبير اللي عندنا اللي هو السينوفيال جوينتس، معلش اعمل لي حلقة الوصل في المذاكرة وقول لي عندي انواع الجوينتس: فايبرز كارتيلاجينس سينوفيال. الفايبرز عبارة عن سوتشرز جمفوزس سندسموزس، بشاور على تحت على رجلي، واكزامبل لكل واحدة. الكارتيلاجينس برايمري ولا سكندري؟ هنا الكارتريج حصل له اوسيفيكيشن وراح خلاص، هنا الكارتريج بيرزست اول اوفر اور لايف. اكزامبل هنا اللي هو الابيفيزيال بليت في اللونج بونز، وهنا الاكزامبل بتاعي اللي هو الانترفيرتبرال ديسك والسيمفيسيس بيوبس. والنوع الثاني اللي هو السكند ده هو اول نوع بيبتدي يحصل فيه مينيمال موفمنت. اللي تعب ممكن ياخد هنا ريست شويه عشان السينوفيال جونز ديت فيها تقسيمه كبيره هناخدها دلوقتي. نستأنف عندي السينوفيال جوينتس، وفي البدايه بحب أكد يعني ايه سينوفيال؟ عظمتين، هل ينفع يلتقوا مع بعض بصوره مباشره؟ لا، لازم في بينهم سبستانس. ايه السبستانس بقى اللي عندنا النهارده ديت؟ هي عباره عن سينوفيال فلويد. يبقى اما اقول لك يعني ايه سينوفيال جوينت؟ تقول لي ده عباره عن ان التو بونز سيبريتد باي سينوفيال فلويد، سائل زلالي. ايه يا شطار السائل الزلالي ده؟ عارف سيادتك لما تيجي تكسر بيضه عشان تقليها مش فيه اللي هو البياض بتاعها الماده الزلاليه دي؟ اهو ده السينوفيال فلويد، اعتبره كانه الشحم اللي موجود جوه الجوينت اللي هو هيساعد في اللوبريكيشن بتاعه الموفمنت. يبقى مبدئيا كده كل السينوفيال جوينتس زي الاو فور موفمنت. ولكن ايه؟ نسيبها دلوقتي وهنتكلم عليها بعد كده. قبل بقى، طبعا ده اكبر كاتيجوري من الجوينتس موجود في جسمنا وله مجموعة من الخصائص عشان نفهم ازاي بتحصل الحركات بتاعته ديت. فتعال نشوف ايه هي الكاركترز بتاعت السينوفيال جوينتس، وساعات ده بيجي كاساي كويتشن لوحده من الاسئلة المقالية. ويا ريت واحنا بنحفظ الكاركترز ديت نفتكرها بنفس الترتيب اللي انا هقوله دوت. اول حاجة الارتيكولار سيرفيسز بتاع البونز اللي عندي. يعني ايه ارتيكولار سيرفيس؟ اللي هي اجزاء العظم التي تشارك في عمل المفصل. من تاني، يعني ايه ارتيكولار سيرفيس؟ اللي هي الاجزاء بتاعه العظم اللي هي بتشارك في عمل المفصل، في التمفصل، اللي هي الطرف ده والطرف ده. بصوا كده معايا في الرسمه عليها لون ازرق شفاف اهو، بص ازرق ايه؟ شفاف. ايه اللون الازرق الشفاف ده؟ ده عباره عن نوع من الكارتريج شفاف اسمه هايلاين كارتريج. مبدئيا الارتيكولار سيرفيسز ار كفرد باي هايلاين كارتريج. تيجي اربطها لكم بحاجه عشان ما تنسوهاش ابدا. عارف سيادتك وانت بتاكل اللي هو الورك بتاع الفرخه في البيت، وسيادتك جيت عند الورك ورحت جاي كاسر الدبوس بتاعته كده ونهشت والتهمت كل اللحم اللي حواليه، يبقى في ايدك العصايه كده اللي هي العظمه، بص على الطرف بتاعها هتلاقي لون ابيض سطحه ناعم كده، لو في بعض الناس بتاكله كمان ماشي، او السطح الناعم اللي هو على طرف العظمه اللي في ايدك ديت هو ده الهايلاين كارتريدج. نشوف تاني خاصية. هقول لكم على حاجة. هو احنا الكبسولة بتاعت الدواء بتاعتنا مش دي عبارة عن غلافة خارجية كل وظيفتها انها بتحافظ لي على المادة الفارماكولوجيكال الدوائية الموجودة جوه ديت؟ نفس الفكرة هنا عندي. الجوينت محاط بكبسول. غلافة. خلي بالك ان انا اخد كورونا سيكشن. لكن هو اكتوالي الكبسول ده موجود all around the joint. all around the joint. وظيفته ايه؟ الحفاظ على الجوينت. كبسولة. ده مش كده وبس.
ده اجزاء ساعات من الكبسول دوت اجزاء منه، او هو اصلا بيبقى محاط من بره بمجموعه من الاربطه. اربطه يعني ليجامنتس. خلي بالكم الكلمات اللي هي البراقه ديت انا بخليها بتروح وتيجي كده، بتعمل وميض اهوت عشان تعلق في ذهننا. يبقى من تاني، يبقى السينوفيا جيرز ديت محاطه بكبسول، سراوندد كفرد باي كبسول. Parts of this capsule in certain places بتكون intensified، مقوى بإيه يا جماعة؟ بحاجة اسمها ligaments اللي هي الأربطة. طيب بص لي كويس كده على الكبسول، بص لي كده عليه من جوه، بلاقي فيه طبقة لونها أحمر أهي أنا شايفها ديت، اللي بشاور عليها ديت. الممبرين اللي هو لونه أحمر دوت، طبعا ده ايه؟ ده مبطن لي الكبسول من جوه كله على بعضه. ده اسمه synovial membrane. هقول لكم يعني ايه synovial membrane ده. عارف سيادتك وانت بتاكل البيضه المسلوقه وبنقشر القشره الخارجيه، بلاقي تحتيها قشره ثانيه كده عباره عن ممبرين. ممبرين غلاف كده. الممبرين احنا بنشيله كده هو دوت. هو ده اسمه synovial membrane. من ضمن وظائفه بيفرز لي بقى هو ده يا سيدي جوه هنا الساينوفيال فلويد اللي هو بيساعد على اللابريكيشن، الليونه بتاعه الحركه بتاعه الجوينت. هو ده الشحم بتاع الجوينت عشان يكون فيه مرونه وسهوله في الحركه. طيب وانت قاعد كده بتتفرج عشان ما تنامش مني دلوقتي، هات الابر لمب كده وابدا اعمل لي فليكشن، اكستنشن، ابدكشن، ادكشن، ميديال روتيشن، لاترال روتيشن. يا سلام بقى تعمل كانت كاندكشن وتخبط حد قدامك او وراك. نتيجه للكاكتز احنا قلناها دي كلها بتاعه الساينوفيال جوينتس. اذا الساينوفيال جوينتس ديت بتسمح بحاجه اسمها فري موفمنتس، بتسمح بالنطاق بالحركه للحركه مش موجود في أي نوع من المفاصل السابقة اللي احنا درسناها. طيب بنسمع دايما إن لاعب كورة نتيجة لخطأ معين أثناء اللعب حصل عنده هوب قطع في إيه؟ رباط الصليبي. إذن في بعض الجوينتس بيكون جواها انترا ارتيكولار ستراكشرز، يعني حاجات تانية موجودة جوه الحجرة بتاعة الجوينتس. زي ايه بقى؟ زي مثلا الرباط الصليبي بتاع الني جوينت، اهو ده اسمه كروشيت ليجامنت. ايه تاني؟ كلنا بنسمع عن ان فلان حصل عنده قطع في الغضروف الهلالي، اهو ده اللي انا بشاور عليه، ده وده. اذا في انترا ارتيكولار ستراكشرز زي ايه؟ زي الكروشيت ليجامنتس، والغضروف الهلالي ده اسمه مينيسكاي. مينيسكاي تعال بقى نشوف التقسيمه بتاعه الساينوفيال جوينتس، كلاسيفيكيشن بتاعه الساينوفيال جوينتس. هات كلاسيفيكيشن كبيره شويه بس هنفهمها ان شاء الله، سهله جدا عايزه تركيز شويه. بقسمها الى، يا ريت ترسموا معايا التقسيمة ديت، بس ما تقول لي احنا بنقسمها على حسب ايه؟ يعني مثلا الكارتلاجينال جوينت بنقسمها على حسب الكارتج ده مع السن، هيحصل له اوسيفيكيشن ولا لا؟ عشان كده قسمناها الى برايمري وسكندري. طب الساينوفيال ما كلها بيحصل فيها حركة. بس خلي بالك مش كل الحركة زي بعضها. اذا انا بقسمها على حسب نطاق الحركة بتاعتها، حتى لها اكسبريشن مهم جدا بنقسمها على حسب الديجري اوف فريدم اوف موفمنتس، على حسب نطاق الحركه بتاعتها وخلاص. الى حاجه اسمها بلين جوينت، يعني مجرد زحلقه بسيطه بتحصل بين العظم، يا اما نيوني اكزيال لها محور واحد بس في الحركه، يا اما باي اكزيال لها محورين في الحركه، يا اما بولي اكزيال لا دي متعدده المحاور. الكلام ده
اللي هنشوفه بعد كده، وما تزعلوش مني لما اقول لك ان في بعض الانواع هيندرج منها انواع اخرى sub divisions. عشان كده بقول لازم عاوز ورقه كبيره ونعمل فيها الكاسكيد بتاعنا. همسك اول نوع عندي اللي هو بنسميه بلين. بلين يعني مستوي. نون اكزيال يعني، بص بقى معلش انا هقولها بالعربي شويه، يعني لم يرتقي الى مرحله ان يديني حركه لها اكسس معينه. امال ايه؟ ده اللي بيحصل بين العض جاست جلايدنج موفمنت، زحلقه بسيطه. الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل بين السمول بونز الموجوده في الهاند او في الفوت. يبقى اول سب ديفيجن في الساينوفيال جوينتس اسمها بلين او نون اكزيال. الاكزامبل بتاعي ايه؟ ما انت لازم كل نوع تعرف لي اسمه والاكزامبل بتاعه. بيحصل فين؟ بين السمول بونز الموجوده في الهاند ومين؟ والفوت. تعال نشوفها كده بشكل انيميتد علشان تثبت اكتر واكتر في ذهننا. بص الزحلقه اللي بقصد بيها عامله ازاي؟ دي عظمه ودي عظمه، بيحصل بينهم جاست جلايدنج موفمنت. موجود فين الكلام ده؟ كاكزامبل اهو، شوف جلايدنج موفمنت اهي. فين بقى بيحصل الكلام ده؟ جميل جدا. بين السمول بونز اللي موجوده في الهاند او الفوت. خلينا ماشيين بنفس بقى الكاسكيد ده في جميع الانواع بتاعه الساينوفيال جوينتس. خد بالها كده وابدا ركز لي في اول نوع ده. من فضلك وقف الفيديو وابدا سمعه لنفسك. نكمل بقى النوع الثاني. ابتدى نطاق الحركه يوسع شويه بس له اكسس واحده. له اكسس واحده. الاكسس دي يا اما تكون هوريزنتال يا اما تكون فيرتيكال. على حسب الدايركشن بتاع الاكسس ديت هنشوف اسم الساين اللي هو اليوني اكسيال جوينت اللي عندي. تعال نطبق الكلام ده علشان ما نتوهش. بصوا معايا كده، حطها لي حلقه في ودنك في اليوني اكسيال بالذات عشان ما تتلخبطش. انا بتخيل الموفمنت اللي الشخص بيعملها قدامي بيعملها هو واقف في الاناتوميكال بوزيشن. خد بالكم انا اللي عامل الديزاين بتاع الدايجرامز دي كلها، فانا كده عندي ادي الاناتوميكال بوزيشن اهو. هيجي الشخص اللي قدامي هيشغل الالبو بتاعه، هيعمل عندي فليكشن واكستنشن، بس هو واقف ايه؟ في الاناتوميكال بوزيشن اهو. فليكشن واكستنشن، فليكشن واكستنشن. فين بقى الاكسس؟ ما خلي بالك الاكسس دوت اللي هو المحور بتاع الحركه عباره عن خط عمودي على الجوينت، على السنتر بتاع الجوينت. يعني في الحاله دي الاكسس اللي عندي انا بشاور عليها اللي هو السهم اللي لونه ازرق ده. انتوا قولوا لي شكله ايه؟ ايه الدايركشن بتاعه اللي هو الهوريزنتال اكسس دي؟ هل هو هوريزنتال ولا فيرتيكال؟ انا شايف ان هو هوريزنتال. يعني في الحاله دي اسمه هنج جوينت، والاكزامبل بتاعي هو الالبو جوينت. خد بوها وارجع بيها من الاول تاني. ادي الاناتوميكال بوزيشن، بنحرك هنا الالبو جوينت بيعمل لي جاست فليكشن اند اكستنشن. طيب الاكسس اللي هو الخط العمودي على المحور بتاع الجوينت شكله ايه هنا؟ هوريزنتال. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه هنج. يبقى الاكزامبل بتاعي البو جوينت. طيب تعال نشوف بقى لو الاكسس ديت فيرتيكال. برضه هتخيل نفسي في الاناتوميكال بوزيشن ده، وهبدا اعمل بقى برونيشن وسوباينيشن، برونيشن وسوباينيشن.
خلي بالك، ما انت بتقول لي لو انت شايفني دلوقتي كده هتقول لي طب ما بونيشن وسبونيشن الاكسس بتاعتها ما هي وزنت لها، اقول لك لا انا كده غلط، المفروض انا بعملها وانا واقف في الاناتوميكال بوزيشن، بس طبعا انتوا مش هتشوفوا ايدي كده، فاما اعمل الموفمنت ديت وانا واقف كده في الاناتوميكال بوزيشن هتبقى الاكسس بتاعتي اهيت شكلها ايه؟ فيرتيكال اكسس اللي هي بتمثلها الخط الازرق ده. في الحاله دي هيبقى اسمه بيفوت. والاكزامبل اللي عندي اما بعمل برونيشن وسوباينيشن الجوينت اللي عندي هنا هو ما بين الريديوس والالنا، يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه راديو النر جوينتس. لو سمحت وقف الفيديو هنا واربط لي الاثنين ببعض وشوف دي ازاي هوريزونتال اكسس وازاي دي فيرتيكال اكسس. وقبل ما اسيبها هديك مثال بسيط جدا خليك فاكره طول عمرك. لو قلت لك هات لي اكزامبل في بيتك من الابواب كده، من الابواب الموجوده عندك في البيت بتشتغل بهوريزونتال اكسس، افتكر كده في الغالب الابواب اللي هي الهوايات بتاعه الحمامات او بتاعه المدرجات هتلاقيها بتفتح وتقفل على فوق كده اهو، يبقى دي الاكسس بتاعتها ايه؟ هوريزونتال. انما باب الاوضه بتاعك، باب الشقه بتاعك، شوف كده مكان المفاصل بتاعته هتلاقي الاكسس بتاعتها ايه يا جماعه؟ فيرتيكال. ادي الفرق ما بين هوريزونتال اكسس وفيرتيكال اكسس. لو سمحت كمل الكاسكيد اللي بتعمله لي على الورقه البيضاء الكبيره. طيب النوع الثالث بقى من اليوني اكزيال سينوفيال جوينتس اسمه كوندايلر، وده بقى بصراحة له خاصية معينة كده عشان يتحط في كاتيجوري لوحده. إيه الخاصية ديت؟ إن هو عبارة عن تو ناكلز، ده اسمه ناكل، يعني سطحين كونفكس قاعدين في اتنين سطح كونكيف. إيه الإكزامبل بتاعي هنا؟ هو الني جوينت. يبقى عبارة عن إيه؟ تو ناكلز اللي هو ببص كده على اللور إند بتاعة الفيمر هلاقيها فيها حاجة اسمها اتنين كوندايلز سطحهم كونفكس قاعدين في اتنين كافيتس سطحهم كونكيف اهوت. عشان كده اتسمى ايه؟ من اللي بيعملوا اصلا كوندايلز هو اتسمى كوندايلر. والاكزامبل بتاعي ايه يا جماعة؟ هو الني جوينت. يبقى اضيفه لانواع اليوني axial synovial joints. ما تيجي بقى نثبت الكلام ده بنفس الطريقة بتاعتنا في كل synovial joints، بحب اجيب جزء animated عشان نتخيل اكتر واكتر واكتر. اقول لك حط لي حلقة في ودنك، بص لي على الاناتوميكال بوزيشن ده، ده اللي انا بوصف على اساسه ان الشخص بيعمل حركة وهو واقف في الاناتوميكال بوزيشن. بص يا سيدي، ادي الهوريزونتال اكسس اللي عندي. بص بتشتغل ازاي؟ ده المنظر الميكانيكال بتاعنا. ما تيجي بقى نترجمه على الجوينت بقى اللي في جسمنا. بص. ادي الالبو جوينت. الاكسس شكلها ايه هنا؟ هوريزونتال. اقعدوا بصوا لها كده شويه. طيب تعال نشوف بقى الفيرتيكال اكسس. ادي شكل الفيرتيكال اكسس، نشوفها بصوره ميكانيكال الاول. بص بتلف ازاي؟ بتلف. تعال نطبقها بقى على جوينت عندنا في جسمنا، ده مين يا جماعه؟ الراديو النر جوينت فيرتيكال اكسس. اهو بتخيل ان هو بيلف اهو واربطه على الاناتوميكال بوزيشن بتاعنا. يبقى انا كده خلصت نوعين من اليوني اكزيال. نشوف بقى النوع الثالث اللي هو كان اسمه كوندايلر. بص معايا، عباره عن نكل بتتحرك سطح كونفكس قاعد في سطح كونكيف. ايه الاكزامبل بتاعي بقى؟
هو الني جوينت. انا في حته كده متردد اذا كنت اقولها او لا. اما هندرس اللور ليمب هنقول الني جوينت ما ينفعش تقول عليه هنج جوينت وبس. It is modified hinge joint. هنقول الكلام ده فيما بعد. ليه بس ما تلخبطوش نفسكم دلوقتي؟ بس هو modified لان بيحصل فيه شويه روتاتري موفمنت بسيطه جدا اثناء الفليكشن والاكستنشن. وصلنا دلوقتي الى مرحله متقدمه شويه من الموفمنتس، نطاق اوسع شويه من الموفمنتس. الجوينتس اللي هنقولها ديت ده بيحصل في لها تو اكسيز اوف موفمنتس، بيحصل فيها الموفمنت في محورين بنقسمها على حسب ايه. الله، دي كمان هترجع تنقسم الى انواع تانية. هترجع تنقسم الى انواع تانية برضو. طب بنقسمها على حسب ايه بقى؟ على حسب الشكل بتاع الارتيكولار سيرفيسز. ازاي؟ اول نوع ده الشكل بتاع الارتيكولار سيرفيس از اليبس. يعني ايه اليبس؟ بص على شفافك كده تبقى ضيقه من الجنبين وواسعه من النص. يعني المنظر ده كده هوت يعتبر اليبس، ضيق من الجنبين وواسع من النص. يا ترى الكلام ده في الشكل بتاع اسطح التمركز اللي هي الارتيكولار سيرفيسز بتاعت انهي جوينت في جسمنا؟ دي موجوده في الالبو جوينت. بص على ايدي كده، ده كده سوري موجوده في الريست جوينت. اللي بشاور عليه ده كده هو ده ريست جوينت. بصوا انا هعمل ايه يا جماعه؟ بعمل فليكشن واكستنشن. فليكشن واكستنشن. اند ان ذا سيم تايم في نفس الجوينت وانت واقف في البلكونه بتباي باي بي اهو ابدكشن وادكشن. يبقى افتكروني بيها وانا بقول لك الباي باي بتتعامل بايه؟ بباي اكزيال جوينت اللي هو مين؟ اللي هو الريست جوينت. يبقى يحصل له اثنين اكسيز اهو، فليكشن واكستنشن وابدكشن اهو. باي باي لكم اهو ابدكشن وادكشن. على فكره الموفمنت ناحيه الصبع الكبير ابدكشن وناحيه الصغير ادكشن، لاني بعتمد على الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن. يبقى الاكزامبل بتاعي ايه زي ما قلنا؟ هو الريست جوينت. استكمل الكاسكيد اللي بنعمله. طب يبقى على حسب الشكل بتاع الارتيكولار سيرفيسز الباي اكزيال سانوفيال جوينتس انقسمت الى ايه؟ اول نوع اسمه اليبسويد. طب النوع الثاني بقى اسمه سادل. بصراحه انا دخلت على النت وشفت بس الترجمه الحرفيه، انا عارف معناها بس قلت اقول لكم الترجمه الحرفيه بتاعتها تشوفوها الاول قبل ما اقول لكم عليها. بنسميه ايه ده يا جماعه اللي بيتحط فوق الحصان عشان نركب عليه؟ ايوه اسمه السرج بتاع الحصان. اما بص على السطح، انا خدته من هنا وجبت صوره ثانيه من على النت لشكل السرج وكبرتها هنا. اما اجي ابص على السرج ده هلاقيه انتروبوستير كونكيف وسايد تو سايد كونفكس. الله سبحان الله، الكلام ده موجود فين؟ موجود في الفيرست كاربو ميتاكاربال جوينت اللي هو خاص بمين؟ بالصنب اهو. عشان كده بتاع الصنب ده بيسمح بفليكشن واكستنشن، فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن. اعملها لكم كده اهيت، فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن، ادكشن وابدكشن. يعني له اثنين اكسيز بس الشكل بتاع الارتيكولار سيرفيس شكله ايه؟ سادل شيبد. يبقى الاكزامبل بتاعي هو ايه يا شطار؟ هو عباره عن الكاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا صمب، او لو عايز تشيل لي اوف ذا صمب ديت يبقى حط لي هو الفيرست كاربو ميتاكاربال جوينت. شوف بقى شكل السدل كبرته لكم اهو، اللي بيتحط على مين؟ على الحصان. اصل ده اكبر دليل بقى، اللي ينسى هو حر. بنفس الطريقه بتاعتنا تيجي نشوف شكل انيميتد عشان نثبته اكتر واكتر واكتر. بصوا
الابسويد بقى شكله عامل ازاي؟ اهو بيحصل شغل وان دايركشن الناحيه الثانيه، يعني له تو اكسيز. شكله ايه بقى الارتيكولار سيرفيس؟ اهو بص نطبقه في مين؟ في الريست جوينت. شوف فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن، ادي الالبسويد. طبعا كلنا متشوقين نشوف بقى السدل، بصوا شكله عامل ازاي، ده بشكل ميكانيكال اهوت. تعال نطبقه على الصنب بقى، بص ادي وان دايركشن وادي الاذر دايركشن، اللي فوق ديت فليكشن واكستنشن واللي تحت ابدكشن وادكشن. يا سلام بقى واحنا بنذاكر كده عشان ما ننامش وعشان ما نسرحش وعشان ما ننساش، نقعد نطبق كده كل نوع، نقعد نطبق، تقعد تباي باي شويه فليكشن واكستنشن بتوع الصم، تشغل ركبتك شويه وكمان شويه هتشغل الشولدر زي ما هنشوف دلوقتي. وصلنا بقى لاقصى نطاق للحركه عندنا، الكومبليت فري رينج اوف موفمنتس. عشان كده كلمه بولي يعني متعدد الزوايا، بولي اكزيال سينوفيال جوينت، يعني بيسمح بنطاق حركه في جميع الاتجاهات. ولا ينفع اقول بقى ولا يوني ولا باي، لا ده بولي اكزيال. الكلام ده موجود فينا يا جماعه، في هو المفروض في ثلاثه جوينتس في جسمنا، ماشي؟ الشاطئ اللي يقول لي مين الثالث، احنا بنقول لكم هنا فور سمبلستي هو عباره عن الشولدر جوينت. ولو سمحت عاوز بقى كل واحد وهو قاعد عشان ما ينامش اقعد بقى اعمل لي كل الموفز يحصل في الشولدر جوينت، ويا سلام بقى لو قمت عشان ما تنامش برضو اعمل لي كل الموفز يحصل في الهيب جوينت. والشاطر يقول لي مين الجوينت الثالث، هو مش مقرر عليك دلوقتي بس يقول لي ايه اسم الثالث جوينت في جسمنا اللي يعتبر بول اند سوكت جوينت، يبقى اكسلنت. بنفس الطريقه بتاعتنا، بصوا بشكل ميكانيكال بقى، يا سلام اقصى نطاق للحركه اهوت. تيجي نطبقه بقى هنا، ده بولي اكزيال. بص بقى شوف في جميع الاتجاهات، انا مفصل ده يا جماعه ده الهيب جوينت، وزيه برضه نفس الفكره هو الشولدر جوينت. طيب السم ده الحقيقه يا جماعه انا عامله لكم هديه يعني ومساعده، يبقى نبدا نراجع كده مع بعض بسرعه، والشاطر اللي يلحق يقول بسرعه قبل ما يظهر الكلام. ايه انواع الجوينتس السينوفيال جوينتس اللي عندي؟ بقسمها الى بلين، يوني اكزيال. ها عايزين تقولوا ايه بقى؟ برافو، بعديها باي اكزيال بولي اكزيال. ده الكاسكيد اللي انتوا هتعملوه هتكبروه، اليوني اكزيال بيفوت هنج كوندايلر. طب الباي اكزيال على حسب الشكل بتاع الارتيكولار سيرفيس يكون اليبسويد او سدل، والبولي اكزيال هو بولي اكزيال وبس. اعملوا سكرين شوت للسلايد ديت. طيب في حاجه اسمها stability of the joints، الثبات بتاع المفصل. هل في عوامل بتتحكم فيه؟ طبعا بالنسبه لاي مفصل في جسمنا بيتوقف على ثلاث عوامل للثبات، كل واحد بقى كفته تزيد في مفصل وتقل في مفصل ثاني على حسب المفصل. بالنسبه للبوني فاكتور بيعتمد على ايه؟ على الشكل بتاع الارتيكولار سيرفيسز. لما يكون عندي سطح كونفكس وسطح كونكيف، يبقى ده بيساعد ان العظمه ما تتخلعش من مكانها. تاني عامل ليجامنتري فاكتور. بالمناسبه انا نسيت اقول لكم ايه المقصود بالليجامنتس ديت في جسمنا، واحنا بناكل برضه اللي هو ورك الفرخه وبتقطع الدبوسه بتاعتها، يا سلام بقى لو كمان الفرخه دي مش مستويه قوي، هتقعد تجيبها يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال لغايه ما تتقطع من ايدك، خلاص؟ ايه اللي بيثبتها كده في مكانها؟ هو وجود الليجامنتس. اذا الليجامنتس
هي واحده من العوامل، او شو ده بتبقى محيطه باي جوينت كده، من العوامل اللي بتساعد في الاستابيليتي، الثبات بتاع الجوينت. تالت بقى فاكتور، افتكر دايما لعيبه الكوره والناس الماسكولر، البلك بتاع العضلات المحيط بكل جوينت ده هو واحد من العوامل اللي بتساعد في الاستابيليتي بتاعه الجوينتس. طيب هل الجوينت له نيرف سبلاي؟ طبعا له نيرف سبلاي. انا وانا قاعد كده مغمض عينيا اهو، انا عارف ان انا الالبو جوينت عندي هنا تاني، دي معلومات وسط البرين عندي ان الالبو جوينت متني، عارف ان صوابع ايدي فيها فليكسد كده اهو. طيب اذا كل جوينت فيه سنسوري نيرفس بتنقل سنسيشن توصلها الى البرين، لا قانون بيحكمها؟ طبعا لا قانون بيحكمها. ايه القانون ده يا جماعه؟ القانون ده اسمه هيلتونز لو. هيلتونز لو بيقول ايه القانون ده؟ ان ذا نيرف سبلاي اوف اني جوينت، العصب المغذي لاي مفصل، كمز فروم ذا نيرف سبلاي اوف ذا ماسلز اكتنج اون ذات جوينت. يعني انا عندي مجموعه من العضلات هنا لها نيرف سبلاي معين بيغذي العضلات دي، هو النيرف ده اللي بيغذي الجوينت اللي بتاكت عليها العضلات ديت. تعال بقى نطبق الكلام ده في الحياه العمليه بتاعتنا. احيانا والعياذ بالله حد هو راكب في العربيه من قدام، حصل سادن بريك او اكسيدنت، روح جايه الركبه مخبوطه في الداشبورد، روح جايه الفيمر مزقوقه سادنلي بقوه لورا، تقوم تطلع من السوكت بتاعها ده، فيحصل عندي حاجه اسمها ديسلوكيشن اوف جوينت. السؤال الفاني اللي احب اسأله هنا، يبقى واحنا راكبين واحنا مسافرين نركب قدام في العربيه ولا ورا؟ منتظر الاجابه منكم. شوف اكزامبل تاني للديسلوكيشن، ده هنا نورمال شولدر جوينت، ده هنا ديسلوكيتد شولدر جوينت. بص المنظر عامل ازاي. انا دايما بحب اقول هنا نفوق بقى بشويه اسئله. All the following are types of fibrous joints except، مين في دولت ما هوش موجود في الرسمه؟ طبعا في الحقيقه مش هيجي لنا رسمه كده ولا حاجه. يلا اجابه سريعه. برافو عليكم، ده البيفوت ده واحد من اليوني اكزيا. طب الاكسس بتاعته ايه؟ بيفوت فيرتيكال اكسس. The intervertebral disc is an example of which of the following؟ ها الناس الشاطرة، افتكر كده الرسمة ديت؟ برافو عليك. وافتكر أنا قلت لك لو واحد عنده 100 سنة، ومحدش طبعا هيحصل 100 سنة ديت، بس هتلاقي عنده إيه؟ ما زال الكارتج موجود بين الفقرات بتاعة ظهره. What is the type of the hip joint؟ ها ايه سؤال صعب قوي. هيب جوينت بولاند سوكت سينوفيا جوينت. بصراحه انا استعيفت ان انا احط له صوره دوت، بس عشانكم حطينا صوره. The following are synovial joints except، مين في دولت مش synovial؟ ها برافو عليكم، انفيو تيبي فيبولا، ده اللي بيثبت لي العظمتين هنا بقوة. طيب هذا نوع جديد من الأسئلة، يعني أنا رأيي يعني الأسئلة المتنوعة ديت الغرض منها بتقوليش طب هو الامتحان فيه كومبليت ولا لأ، هو الغرض من الأسئلة ديت هو تثبيت المعلومة في ذهننا. الحقيقة أنا جايب لكم التيبل الفاضي كده، أنا هجاوبهم بسرعة علشان الوقت بس، انما انا عاوز كل واحد يتريث كده واحده واحده ويحاول يجاوب مع نفسه كل جوينت من دولت يحط لي اكزامبل ليه. يلا جاوبوا مع بعض كده. برايمري كارتلاجينس،
طب بلين سينوفيال طب بولي اكزيال جابه سريعه ديت بقى طبعا شولدر او هيب طب باي اكزيال قول لي اي واحد من الباي اكزيال باي اكزيال باي باي سكند كارتلاجينس طب بيفوت بتاع الفيرتيكال اكسس يبقى ريديو النر طب هنج ها يبقى ايه البو طب فايبرس قول لي اي واحد من الثلاثه اللي زعلان ان هو غلط في اي واحده من دول يبدا يعيد الحته دي من تاني ويحاول يجاوب لوحده كده وصلنا لمرحله الانتر اكتف كويتشنز وانا بقول ان دي دايما لازم تكون خارج نطاق المنهج الغرض منها ان احنا نوسع نطاق تفكيرنا نبقى انترستد اكتر بالماده نبحث نعمل لها كورليشن بالكلينيكال لايف بتاعتنا احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه ديسلوكيشن هنسمع لفظ شهير جدا في حاجه اسمها ديسلوكيشن وحاجه اسمها سبلاكسيشن يا ريت ندور على الفرق بينهم وتكتبوا لي الاجابه السؤال الثاني ده يعني هو سؤال فاني جدا يعني نقوله بالعربي الاول كده ايه اللعبه الشهيره جدا في لعبة داخل مصر وفي لعبة خارج مصر أساسا. اسوشيتد دايما بديسلوكيشن للشولدر جينت هي لعبة عنيفة. اللي يقول لي اسمها يبقى شاطر جدا. What is the name of the team player game؟ يعني ايه اللعبة الجماعية مشهورة جدا which is associated with the highest incidence of shoulder dislocation. طيب الحقيقه وانا بقول المحاضره دلوقتي انا حاطط في ذهني سؤال كمان وقت طبعا مش هلحق اكتبه بس ممكن اقوله شفوي كده ايه اضعف بوزيشن بيكون فيه الشولدر جوينت ويبقى قابل ان يحصل فيه ديسلوكيشن ايه اضعف بوزيشن يعني وانا قاعد كده لا الشولدر قوي ايه اضعف بوزيشن بيبقى فيه الشولدر جوينت اللي هو لو حد شدك فيه او خدت خبطه فيه ممكن يحصل فيه ديسلوكيشن دي طبعا فور كونتاكت للتواصل طبعا عشان تبعتوا لي الاجابات عليها باذن الله ويا ريت ما ننساش انا باكد اهوت هتعملوا لي الكاسكيد التقسيمه بتاعت الجوينتس بالاكزامبل بتاعتها وتتصور بالموبايل وتبعتوها لي ضروري علشان نطمئن على المذاكره بتاعتنا وشكرا جزيلا Thank you.